بدنا 8 بندورات وبدنا معلقتين كبار زيت زيتون، بدنا سن توم مهروس، عودين كرافس، بدنا 4 شرائح خبز فرنسي أو حسب الخبز المتوفر، بدنا 6 ورقات ريحان مفرومين، بدنا ربع كوب جبنة بارميزان وملح وفلفل أسود. يا إيمان. حبيبتي طبعا موضوع شو اسمه موضوع الجبنه شخصي، يعني مرات في ناس بيحبوا يحطوا ايش قوام، بيحبوا هلا هم بيحطوا بارميزان، بس مش معناته انه في قانون. انت شو رح تحطي لنا اليوم؟ بارميزان. هاي اللي دقتها انا بارميزان؟ لا، هاي موتزاريلا. انت بتقولي موتزاريلا؟ منيح، بس الموتزاريلا للباستا. لانه البارميزان تعمل لي وجع راس. هلا مبدئيا بدنا نحط زيت شعبان. هلا بتقلي الثوم، سهله كثير ومش مكلفه ابدا. حلو، انا تخيلت بدك تحطيها بالبن، بس لا، انت الخبز جوا. لا، جاي بفخارات، بحطها بالفخار. لا، بالفرن يعني بدنا نحطها. لا بنشربها على طول. بشرب. حبيت منظر الفخارات، عرفتي. هلا انا بحط لك شوي وبتدويها. هلا بنقلي شوي ثوم، بدناش اياها تستوي كثير، بدنا يضل طعمها تقلاي خفيفه بس يتغير لونها. بعدين على طول دائما انا بطلع لك ريحتك، يا قلي يا بصل يا توم، تكوني لابسه اوعي. شايفه شو اعمل يا قلبي. بعدين بدي احط الكرفس، الكرفس اللي هو بالانجليزي سلري بالعربي كرفس، اذا مش متوفر وهو لانه يعني شوي صعب انه يكون موجود بنقدر نستغني عنه. وبنقدر تستغربي شو نحط بداله، شو شويه مفهر. خيار مفروم ناعم. والله شويه خياره. بس لانه الكرفس مش بسهوله بتلاقيه مش دائما موجود، بس هو بيعطي نكهه معينه، بيعطي نكهه يعني كثير زاكيه. هلا قبل ما يتقلوا خلي بس الكرفس شوي ياخذ لون. هلا هون احنا عم نقلي الكرفس مع نزيد له البندوره. اذا حاسه انهم مستووا بنحطهم على البارده، بنحرقوا. حطيهم. لا، هاي سخنه على هاي بليز، ما انا بحمل فرن قبل. اوكي، لانه بتخافي تنحرق الثوم. طبعا الثوم لما تنحرق بتعطي طعمه مش زاكيه كثير، بتمرمر، بتصير فيها بتمرمر وبتصير مش. هلا بدنا نحط اليوم يوم اخضر مع شو اسمه رينوفا. اليوم اخضر. تمام، هلا بدنا نديرها فوق ال اوكي فوق اكلتنا. زاكي كثير، هيا بدنا نحطها بس فوق الأكلة. الملح رح نحطه بس أطلب من الصبايا بالآخر آخر آخر. هلأ هاي قصة الملح بالآخر آخر، ما نحطه من البداية. ما نحطه من البداية لأنه الملح بينزل مية البندورة، وإحنا بدنا إياها تتسبك. تتسبك. أوكي، حلو. العجينة البيتزا رح تعمل لنا إياها من العجينة. من السكر يعني. شكرا للمتابعة، وما تنسوا تشتركوا بالقناة عشان تشوفوا كل إشي جديد.